السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف الإعدادات الموجودة في أوتوديسك نفس أوركست مانجر. لو أنا جيت هنا وقلت له أوبشن فبلاقي إعدادات كتيرة جنرال خاصة بالأندو، المساحة المحددة إن هو يعمل أندو قد إيه، اللوكيشن مكان البروجكت دايركتوري والسايد دايركتوري بتحدد المكان اللي عايز تخزن فيه الحاجات بتاعتك، اللوكال كاشينج هتبقى قد إيه، المساحة اللي يقدر يخزن فيها الحاجات اللي أنت شغال عليها لسه مسافتهاش، الانفايرومنت تقدر تشوف كام مره اخر كام مره اتعمل لك سيف فيها لو ما دول تمام، ممكن تخليهم اكتر من 12 او تخليهم اقل زي ما انت عايز. والاوفلاين هيلب ممكن لو انت عندك في مشكله في النت تحمل الهيلب كله تشوفه اوفلاين. اللوك سيف لو انت شغال وحصل مثلا حاجه فصلت بيعمل اوت سيف كل شويه، فانت تحدد كل قد ايه تعمل سيف، سيف مش سيف على الملف، لا سيف في ملف مؤقت اللي هو المسار بتاعه دلوقتي بحيث لو الملف ضرب تقدر ترجع له تمام. طيب الانترفيس اليونت بتاعتك انت هتشتغل بالمتريك ولا بالمليمتر، الزاويه بتاعتك هتبقى ايه، لو انت عندك كسور يعني مثلا عندك 12.1111 هياخد مثلا اول 3 كسور فيهم. السكشن لما تيجي تاخد سكشن الاوتلاين كولر هيبقى لونه ايه، السلكشن لما تيجي تعمل سلكشن لحاجه هيبقى اللون بتاعها ايه، لما تيجي تقيس اللاين سيكنس هيبقى قد ايه، الكولر بتاعك هيبقى قد ايه، وهكذا. اللينكات ممكن تقول له وريني اللينكات حتى في 3D، الماكس ايكون، اليوزر انترفيس ممكن تخليها لايت او دارك زي ما انت عايز، الجريدات تظهر بأني الوان، ده لو عندك الماوس مخصص في 3D هيبقى الصورة بتاعته عاملة قد ايه. وعلى فكرة من الحاجات اللي بتسهل الشغل الماوس دوت. النافيجيشن بار هتستخدم الكلاسيك اوربت ولا لا، الموديل بتاعك دي بعض الاعدادات الخاصه بالبرفورمانس. لو انا مثلا جيت ادخل عنصر اخر فالعنصر ده موجود فيه ملف زيه يعمل دبليكيت ولا لا، ولا يمسك الدبليكيت دوت ويبدا يخلي واحد ويلغي التاني. ملف ال NWD الاعداد بتاعته، ال NWC تمام ده اللي بيطلع من الريفت على طول تمام، وده اللي انت بتحفظ بيه كدوكيومنتيشن. فانت ممكن الدوكيومنتيشن ده تقول له ايه انا كده كده مش هشتغل عليه تاني، فانت حاول تعمل ريديوس للعناصر اللي فيه. طيب التولز اللي موجوده معايا، الكلاش ديتكشن لما الاقي مشكله اخلي واحد فيهم بلون والتاني بلون، ادي الالوان الافتراضيه اللي موجوده، التايم لينير اللي موجود دلوقتي ممكن تعمل اوتو سيلكت اتاش سيلكشن، يعني اول ما تعمل العنصر يبدا هو يعمل سيلكت ليه عندك. الكومبير لو انت عندك ملفين تتجاهل الخصائص ولو هما ويبدا يجيب لك الفرق بينهم، والتولرانس قد ايه، الحصر ده خاصة بالسكريبتر، الفاير ريدر دي الملفات بقى اللي انت بتيجي تدخلها مثلا ال 3D ماكس ممكن تقول له كونفرت هيدن، الملف الاس اي دي شي ان، كل واحد من دول لي اعدادات ممكن تعدلها اثناء ما انت بتصدر وممكن تيجي تعدلها هنا تمام. يعني العناصر المخفيه تحولها ولا لا، طب العناصر المخفيه تظهر معايا اوتوماتيك ولا ببقى اخفيها لو انا عايز ولا لا. دي دبليو جي دي خاصه بالفار، ودي خاصه بالاجهزه اللي هي 3D ليزر، ملفات الاف بي اكس اللي هي ممكن تخرج من الريفت او تخرج من 3D ماكس. فانت بتبدا تشوف بقى عايز اللايتنج يتحول معاك ولا لا. الاي اف سي ده خاص تبادل المعلومات بين البرامج، ملف البي دي اف، البي دي اس، الركاب اللي هو اوتو ديسك ركاب، فتبدا تشوف هتاخد دقه قد ايه في النقط اللي احنا بنستوردها وهكذا. حتى انا في الريفت كنت افضل ان اي واحد من دول تحوله ل NWC وبعد كده تدخله هنا. دي الاعدادات اللي بتواجهها لما تيجي تصدر من الريفت، هي بيقول لك مثلا عايز تحول العناصر خصائص العناصر ولا لا، عايز تحول لايتنج ولا لا، اليو ار ال ولا لا، زي ما انت عايز.